الفالنتاين كل سنه وانت كل سنه وانت ابني حبيبي. عيد الحب يا يزن. استني استني ما تغلسيش عليه ما تغلسيش عليه ما تغلسيش عليه. وريني لا بتاع اصلي المصاريف بتاعه البوس يزن. تعالى بس انا عاوز اقول لك حاجه. ثواني يا ماما سيبيه يزن. عملت ايه في المدرسه النهارده؟ عملت ايه في الفالنتاين بقى؟ غنيت لمين في الفالنتاين؟ لا ما غنيتش سواكم بس اكبر مره واحده يزن. انا مش هكتب دلوقتي. ليه؟ ما خدتش واجب النهارده. خدتش واجب؟ ايه البلطجه دي يعني؟ الحمد لله. ايه البلطجه دي؟ ماما في كتاب يا آية مش يا حياتي. امسكي كده يا سلمى امسكي. تعالي هنوده كده. تعالي ابعدي صوتك يا روحي. الله يا هند. الله على القمر. والله يا قمر حلو قوي عليها جميل. انت اسمك ايه؟ لبسي مين ده؟ ميني ماوس. لبسي مين يا هند؟ ميني ماوس. لا بصي لي واتكلمي. يلا لولو وريني القمر. الله الله. لا بالبوكسر. لا بالبوكسر. حلوته 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 انت. حلوته حلوته زايد. ايوه ايوه دلو 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 حبيبة أمي. صالح جايب اللعبة دي يلا عشان ترتاح. أهو لعبة يا يزن. يا يزن ده بيقرب وشك. يا هو ده بيقرب وشك. يا يزن ده يا يزن انت بتتريق على ابني. بتتريق على ابني. خلاص اضربه. ضربته بتقول لك يا يزن. حرام ده يزن غلبان قوي. يا هند هند بتحب يزن ولا غزل؟ ايوه 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 لو كوش قرايب وقلوبها تتوزع في قلوبها. بتحبي يزن؟ هتاكل فراشات لايام الحج. انت بتحبي هتاكل فراشات صح انت؟ ده هياكلك فراشات لما تشبعي. ده يزن هيخليكي مبسوطه. طب والله العظيم غلبان. طب والله العظيم غلبان. ايه ده؟ مفك مفك بيبي. مفك بيبي يا حياتي. طب والله يزن غلبان. اللي اللي هتاخد يزن يا حبها يا بختها يا ايامها البيضة. طب والله العظيم يزن غلبان. يزن ده اطيب واحد في الدنيا. والله العظيم يزن غلبان قوي قوي وحنين حنيه غير طبيعي. هو بس اللي هو ان عنده عرق بيطقطق. اي عيل كده هو في الدنيا. ايه ده؟ دي كوتش البعبع. حلو قوي لذيذ قوي. لذيذ والله. انا مش جايباك يا صاحبي على فكره عشان انت لابس بوكسر. ده فضحنا اقسم بالله فضحنا. عيالي فتحوا لي بالبوكسر. عايز اقول لكم ان انا كل ما اصور عيب البوكسر وهند بالنجوم. طب كويس ان احنا لابسه طعم النهار. لو تقعدي كده طول النهار انا موافقه والله. ده مين ده بقى؟ يا سلام برضه. يا مثل يا مثل. الطعم ده امر عليه. اصاله اصاله أصالة أصالة خدي خدي. لا دي ايه ده؟ اهي اهي أصالة أصالة. بصي 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 ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ده فيروزة. بصي أصالة أصالة يا بنت مفرومة يا روحي. أصالة هاتي بوسه هاتي بوسه كسمي يلا هاتي بوسه هاتي بوسه هاتي بوسه. بصي البت بتفرك ازاي. هاتي بوسه. انا هخلص. الله هاتي بوسه هاتي بوسه هاتي بوسه. مش هسيبك اصلا لما تقولي لي هاتي بوسه. هو عامل زي ده. هو عامل زي ده. هو عامل زي ده. الصوت اللي عارف. انت يا بت يا ندى يا بت. نعم يا ماما. انا مش قلت لك يا بت ما تنزليش من البيت غير لما تقولي لي يا بت. ما فيش نزول من البيت تاني لوحدك؟ حبيته يا ماما. حبيتيه؟ وخلفت منه 3 عيال. يا ما شاء الله. وانا ما اعرفش وانا قاعده كده في البيت. ايه ده؟ احمد اخويا. ايه يا غزل؟ محدش يعرف يا غزل. انت يا ولا ضحكت على البت يا ولا؟ فضلت تجري وراها لحد ما حبيتك؟ حبيتها. بصراحه يعني بصراحه ولا حد يجري ورا حد كده؟ ايه بصراحة يا ندى؟ لا ده حب. ده حد يا ابني ده حد بيحبك حب جنون يا زهق. زهق؟ يا ريت حد يجري كده وراك. يا جماعة عايز أقول لكم على حاجة. بإذن الله مسلسل مجنون ندى هتتوقعه. خالص غير متوقعة. واللي هيتوقعها
يا جماعه انا عايزه اقول لكم انا صوتي رايح من كتر اللي كنت بعمله دلوقتي. هتوزع 10 جنيه ذهب على اللي هيتوقع صح. 10 جنيه ذهب انت متجوزين انا؟ يلا مبروك يا حبيبتي. المسلسل بتاعك يا ايه؟ مبروك. يلا مع السلامه. باي باي. دلوقتي نكتر شويه. يلا قلت لك على ثلاثه. وعايزين فين من الليمون؟ عايزين ليمونه كمان. اروح اقول للتيتا عايزين تلك. لا انت حبه تلك. بس كتر شويه. لا لا انت كتر شويه. بس على فكره لونه، بصي لونه حلو على فكره. تعرفي لما حطيناش النعناع كان ايه اللي حصل؟ ما كانش لونه كده. ايوه كان لونه ابيض. هو تقريبا يا جماعه انا اكتر حاجه بحبه في الليمون بيكون ساور، بس مش ساور، نحط عليه سكر. هيجيبوا ساعات كمان عندي. ها ما عندهمش. ما عندهمش؟ اه. فين ال ايه؟ ماشي اوكي هتروح تجيب. بس لا مش خلاص، انا عايز اتاكد هو حلو ولا لا. هاتي معلقه جديده عشان مش معلقه جديده. يا جماعه بطلوا صوتي يا جماعه. انا هاخد بس ادو انت الاول. اللهم اقسم بالله طعمه بقى حلو. ما انا هاخد عايزه ادوق. والله طعمه اتحقق. ايه رايك؟ مش قلت لك هاتي عشان انت التلج يا جماعه. لا انت هتاخدي التلج. سوري ده هتستني هتستني. انا عايزه ادوق. ثواني ثانية اقسم بالله. هاتوا كده دوق. حياتي يا فندم. هو تمام. ثانية اديكوا واحدة جديدة. هو عايز تاني؟ لا مش عايز. دلوقتي احنا خلصنا عصير موز. دلوقتي يا جماعه خلصنا عصير موز. موز ايه؟ اصل ليمون النعناع. معلش الليمون النعناع ده بتاع امنية. ده بتاعي. ده بتاع فيروز. ده بتاع تيتا. لا بتاع فيروز. مش مش مهم. بس دلوقتي يا جماعة انا هدوق. هدوق بسم الله. طب امنا مسعلي لنا جدا. مش حلو. لا شكرا. حلو. ما هو يا دوبك حياة غير تأخذ. خلاص خلاص مش مهم. بس بقى يا صحابي هشرب وارجع لكم تاني. هنشوف هنعمل حاجة ولا لا.